علي بن أبي طالب إمام الحق والعادل، محل اختبار ومحل امتحان، وهذا المحل الاختبار والامتحان لثلاثة أصناف. الصنف الأول، هذا الإنسان صار اختبار لجميع الناس، كل الناس اللي عاصروه وأثناء فترة حياته وللناس اللي إجوا من بعده وإلى يومنا هذا وإلى حد نهاية الحياة، علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه محل اختبار وامتحان. الصنف الثاني اللي هم في داخل المحيط الإسلامي وداخل هذا الدين اللي علي بن أبي طالب إجت إرشادات وتوجيهات من خلال هذا الدين ومن خلال هذا الإسلام بحقه، هذا هم محل اختبار. يعني المسلم من يقرأ قرآن وأكو آية في القرآن مصداقها علي بن أبي طالب، وأكو آية في القرآن نزلت بحق علي بن أبي طالب، وأكو آية بالقرآن سبب نزولها علي بن أبي طالب. هذا محل اختبار. المسلم شعار القرآن، منهاج القرآن، دستور القرآن، شلون راح تكون ردة فعله؟ شلون راح يكون موقفه؟ هذا القرآن يقول لك إنسان ينفق بالليل والنهار سرا وعلانية. أحمد بن حنبل يقول علي كانت عنده 4 دراهم، واحد أنفق بالليل، واحد أنفق بالنهار، واحد أنفق سر، واحد أنفق علانية، نزلت الآية. يعني اكو تناغم، السماء تشوف علي وما يفعل علي وما يقول علي وينزل القرآن. علي شاب بعد ما موكول إلى بعض المسؤوليات، يبات في فراش النبي، ينزل القرآن. علي بن أبي طالب يصوم ويتصدق في فطورة ينطي، ينزل القرآن. وآيات أخرى أعلى مستوى مصيرية، سأل سائل بعذاب واقع، عما يتساءلون عن النبأ العظيم. لما أطرق باب علماء المسلمين، أنا أخو ما رحت دقيت أي باب ولا رحت سألت أي واحد، علماء المسلمين أطرق بابهم أقول لهم هاي النبأ العظيم، سأل سائل بعذاب واقع، بعض الآيات المصيرية، ذيك تصدق بفطورة نزلت آية، بات بالفراش نزلت آية. بس هاي آيات تعطي موقف مصيري، يعني وران إذا ما ترتب أثرك ومشكلة في إسلامك، إذا ما تتخذ موقف وراء هذا الحدث أكو مشكلة في دينك. سأل سائل بعذاب واقع، عما يتساءلون، مواقف هم نزل القرآن. زين هنا ايش راح يصير؟ علماء المسلمين يقولون نزلت بحق علي بن أبي طالب. فإذا علي بن أبي طالب للصنف الثاني اللي هو ما عدا الناس اختبار وامتحان للمسلمين، شنو موقفهم وشنو ردة فعلهم باتجاه علي بن أبي طالب مع وجود هذه الآيات؟ شوي التفت لي، ألفت نظرك، هنا احنا بعدنا ما قارين الروايات اللي بحقه اللي اجتمعوا عليها المسلمين، اللي المسلمون كلهم أقروا بها، وهاي روايات ينقلها جمهور المسلمين عن علي، بعدنا احنا ما قارينها. هاي شو تسوي؟ هاي تزيد من الموقف بالامتحان، تزيد من الموقف في محل الابتلاء، وشنو ردة فعلك وانت تسمع رواية ينقلها جمهور المسلمين انه علي 1، 2، 3، شنو موقفك؟ هذا هم اختبار ثاني. الصنف الثالث اللي هم في محل واختبار هم شيعة علي بن ابي طالب، الذين يعرفون ويحبون ويوالون، ايش راح يكون موقفهم العملي مع علي بن ابي طالب؟ انا احب علي،
بس من أحب علي أصدق مع علي لو لا؟ لأن أنا مطلوب أصدق مع علي. أنا أوالي علي بن أبي طالب، إذا واليت علي بن أبي طالب القلب إما يحمل ولاء أو ويحمل البراءة. أنت متوالي لعلي بن أبي طالب، موقفك موالي لعلي بن، ويا عدا علي شنو موقفك؟ هم موالي إلهم؟ ما يصير، لازم تتخذ موقف. هذا القلب فيه ولاء واحد، توالي علي بن أبي طالب، علي حق وعدل، كل باطل كل ظلم لازم تتخذ موقف باتجاهه. فأنت شيعي وتقول أنا إمام علي وأنا أتبع علي بن أبي طالب مولى الموحدين إمام المتقين، تعال إذا ظاهرك علي وباطنك معاوية هذا فشل. إذا أنت تقول أنا ويا علي بن أبي طالب وسياستك وعملك ومنهاجك كله بني أمية، ما سوينا شيء. أنت هنا ابتليت بالنفاق والنفاق سيطر عليك من رأسك إلى قدمك. ماكو تقول أنا أحب علي وأحب معاوية، ما يصير. معاوية باطل، علي حق. معاوية ظلم، علي عدل. علي بن أبي طالب هويته وتأريخه ومنهاجه إمام الحق والعدل. أنت تحب علي لازم موقفك ويا معاوية محدد. أنت تتبع علي بن أبي طالب لازم سياستك ومنهاجك في الحياة خالي من معاوية وسياسة معاوية، الكذب، الغدر، الغش، الخيانة. ماكو أقول أنا أتبع علي بن أبي طالب وأسرق أموال الناس، ماكو، هاي مغالطة. ماكو تقول أنا أتبع علي بن أبي طالب وعلي بن أبي طالب قدوتي بالحياة وإمامي ومنهاجي وانت من راسك رجليك كذب وخيانة وسرقة وغش وخداع، ما يمكن. فتشوف علي بن أبي طالب اختبار وامتحان لهالأصناف الثلاثة.